إليك أخي إيها تبلى. قال أبو العتاهية: إيها إليك أخي إيها تبلى وقد أحدثت تيها، ولرب صيلم لفظة علقت بها أذن تعيها، وليبعدن من الحليم الحلم إن مارس فيها. اسلم هديت وكن بنفسك عالما طبا فقيها، وإذا حسدت على التقى قوما فكن بهم شبيها. كم شهوة لفساد دينك قد رأيتك تشتهيها، يا بائع الدنيا بها طورا وطورا يشتريها. أما رحى الدنيا فدائرة تدور على بنيها، ولعل لاحظ لحظة سيموت في أخرى تليها. إن كنت توقن أن دارا غير دار أنت فيها، يبقى السرور بها وتبقى المكرمات لساكنيها. فاعمل لها متشمرا إن كنت ممن يبتغيها، فاعمل لها متشمرا إن كنت ممن يبتغيها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.